صح يا شيخ نبي، مرحبا، وعليكم السلام. صح يا شيخ، انا وخو لحقوا رانا حنحكيو اكزاكتومون، حنحكيو في جانب اعلامي بحت، حنهضروا على جانب اعلامي بحت، وحنحكيو على التسريبات الاعلاميه، وسيو نلقاو ساس كل تسريب، سيو نلقاو ساس كل تسريب. بون نبدا. شاهدنا من 10 مارس ورواح تسريبات اعلاميه مختلفه من جهه جناح سعيد وجناح قايد. انا واش نعمل ومصادر معلوماتي واش تاكد؟ تاكد انه كاين صراع بين سعيد والقايد. سعيد والقايد الصراع نتاعهم ما بداش من اليوم، الصراع نتاعهم كان بادي من نهايه سنه 2017، وهما في صراع 2018. جات الفرصه الذهبيه، لانه سعيد شكون اللي كان يحمي له مصالحه؟ وشكون اللي كان قادر يوقف له في وجه القايد في عز مرض خوه وعدم قدرته على تسيير البلاد؟ كان عبد الغني هامل، مدير عام الامن الوطني، هو الرجل اللي كان يتم تسويقه اعلاميا، هو الرجل اللي كان يقولوا بلي هو الخليفه المحتمل لعبد العزيز بوتفليقه. في وقت عبد الغني عامل ما كناش نشوفوا القايد صالح يهضر، القايد صالح ما كانش يهضر في وقت عبد الغني عامل. 26 جوان 2018 عبد الغني عامل خرج دار تصريح، التصريح هذا كلفه نهايه المنصب نتاعو، غادر. هنا القايد صالح تخلص من اكبر شخصيه امنيه كان يشوفها باللي قادره تاثر عليه، اللي هي عبد الغني عامل. نمشيو شوي، بدات حمله الاقالات في الجيش الوطني الشعبي. تمت اقاله سعيد باي والحبيب شنتوف وعبد الرزاق شريف. سعيد باي والحبيب شنتوف هما زوج من قاده النواحي العسكريه اللي من 2004 هما قاده نواحي، وما يعترفوش وما يامنوش بقوه وسطوه القايد صالح. تخلص منهم القايد صالح، غير قاده النواحي، دار زوز من سابو، بقاو اربعه اللي مقربين ليه وكلش. وهنا بدا يتفوق القايد صالح. القايد صالح احنا هضرنا عليه عديد المرات، دانييرمون كانت كاينه حمله تسويق اعلاميه دعائيه كبيره للقايد صالح. حول ست تخرج القايد صالح في ثوب البطل، في ثوب البطل، والناس اللي كانت تعجب في القايد صالح قيل عليها انهم خونه وانهم يهاجموا في الجيش. واحد ماشي يوضح الجيش الوطني الشعبي ومؤسسه سياديه ومؤسسه محترمه نحترمها بلا مزيتي، لان الناس هذو واقفين على امني وعلى سلامه وطني. ولكن القايد صالح هو شخصيه قابله للنقد وقابله انه الانسان يفضحها ولا يتكلم عليها. سعيد والقايد دخلوا في صراع. الصراع كي دخل السعيد والقايد فيه، بدات عمليه التسريبات الاعلاميه. هذه التسريبات الاعلاميه انا نظن ونعتقد انها ما تخدمش الحراك، على بها اغلب التسريبات هذه ما ننشرهاش. القايد من جهته خرج تسريب اعلامي، تسريب اعلامي يقول فيه باللي محمد مدين مدعو توفيق ليمين زروال وبشير طرطاق وسعيد بوتفليقه ومخابرات فرنسيه تلاقوا. التسريب الاول كان يقول باللي تلاقاو في اقامه التوفيق، ومن بعد التسريب الثاني يقول باللي تلاقاو في زيرالدا، التسريب الثالث يقول باللي تلاقاو في مسكن باقامه اليمين زروال في موريتي. انا هنا كيفاش نقود الفكره؟ نقول باللي كلا الشخصيات في ثلاثه، كي طرطاق كي توفيق كي زروال، الناس اللي عندهم مسار مهني كبير في العسكريه، وبالتالي ما يطيحوش في هذه الاخطاء البسيطه. كي حاب يتلاقى ما يتلاقاش في موريتي في وسط الجدرميه وفي وسط كذا، باش يدير لقاء سري مع مخابرات فرنسيه. من بعد حنا خرجنا وطالبنا القايد بتقديم الادله وانه يدي الناس هذو العقاب اذا الناس هذو صح فاسدين. كانت هذه المعلومه اللي تم تسريبها في الاول. في الجهه المقابله وعدونا بحمله مكافحه فساد. حمله مكافحه فساد شكون يقودها؟ يقودها البطل الملهم والسبع والانسان اللي عنده المقدره على يحارب وكذا والزعيم وكذا، القايد صالح. بدات تطرح اسماء رجال اعمال. اغلب رجال الاعمال اللي طرحت اساميهم في قائمه الممنوعين من السفر هما الناس راهم برا الجزائر. يتكلم على كولينا في عائلة كولينا، في عائلة كولينا في برا الجزائر. علي حداد تقول لي هزيناه وديناه، من بعد يخرج بيان من النيابة العامة يقول لي علي حداد متهم بأنه كانت عنده 5000 أورو برك في جيبو جا خارج بها لتونس، وهذه مخالفة للتشريع وديناه ودوك نطلقوه. هذا واش يقول القضاء. من بعد تزيد تخرج وسيلة إعلامية واحدة أخرى تقول لك باللي جميع الاعتقالات اللي تمت في الفترة الأخيرة، جميع الاعتقالات اللي تمت في الفترة الأخيرة والتحقيقات ومنع السفر لرجال أعمال تمت بدون رغبة الرئاسة، وباللي الجيش تدخل فيما لا يعنيه. الأمور هذه كاع، هذه التسريبات كاع، أنا نظن باللي الهدف نتاعها التأثير على الحراك، وهذا ما حدث، لأنه في الربع أيام ولا خمس أيام الأخرين أهم قضية شغلت الرأي العام توفيق
طرطاق زروال مخابرات فرنسيه الرئاسه تسريبات راهم خرجوا راهم قالوا هذه الامور تاثر على الحيره من الاستراتيجيات الدعائيه. الاستراتيجيات الدعائيه اللي يعتمدها اي نظام هو تسريب الاشاعات، لعبه تسريب الاشاعات، يسرب لك اشاعه من يعاود يسرب لك اشاعه منو تبقى غايس فيها. الحداد بقينا نتبعوا فيه 48 ساعه راهم رفدوه في القاله داوى المحكمه القاله، هاي جات قوه من البياري زادت رفدات وداتوا لقسنطينه، راهو عند السيتياري تاع قسنطينه راهم رفدوا الدوامل راهم دوامل. في نهايه الامر يخرج لك عاجل يقول لك يا ودي رانا ما نويناش. انا واش نقدر ننصح ولا واش نقدر نقوله هو رايي انه الصراع اليوم راه بين السعيد والقايد، وهذه احسن حاجه تقدر تصرى لنا تصرى للشعب الجزائري، انه الصراع يبقى بيناتهم السعيد والقايد، والشعب الجزائري مطلبه واضح، السعيد والقايد يروحوا يروح. الصراع راهم بيناتهم، حاولوا يجروا ليه الناس، حاولوا يجروا ليه الناس، كلاهما كي السعيد كي القايد سيئان، محمد مديان التوفيق سيء وضر الجزائر، كيما طرطاق ضر الجزائر، كلاهما سيئان، كل واحد فيهم تهضر عليه اسوأ من الاخر. وهذه المجموعه الكل هي اللي شكلت العصابه، اللي الشعب خرج يطالب باش تروح تروح. المعلومات اللي راهي تجي وسائل اعلاميه راهي داخله في بعضها، هذا يعطيك معلومه من هذاك يكذبها هذاك ينفيها وكذا. الصراع راهو بيناتهم، اليوم زاد خرجت المعلومه تاع التلفزيون الرسمي وقراوا فيها البياري وقراوا فيها كذا، معلومه ثانيه خاطئه. الصوره اللي كاينه، الصوره اللي كاينه هي صوره قديمه تاع الجمعه الثالثه. اللي يعرف العاصمه يعرف باللي المراديه، مرادية كي تكون طالع باش تمشي للمرادية هما يخبوا البوليسية بجهة التلفزيون ويحميوا التلفزيون الرسمي، وهذا أمر عادي جدا يعني ما كاش هذا التسريبات. ومن بعد تخرج لك التسريب باللي الجدرمية راهم خرجوا للعاصمة وكذا، هذه كاع المراد منها تخويف الشعب تهويل الشعب وخلاص. السعيد واش كان يبحث؟ القايد باغ اكزومبل الخطوة تاعو اللي دارها واش كان يبحث؟ كان يبحث على دعم شعبي، على أنه يدي صور للخارج باللي الشعب راهو معايا. هذا ما كان، هما كاع يخدموا عند الخارج وكاع يشيتوا للخارج وكاع يمشيوا وهمهم كاعش الخارج، ما هموا الجزائر ما همتوا حتى حاجه. القايد كان يبحث على انه مسيره الجمعه السادسه يترفد اسمه القايد صالح ويستجيب لتطلعاتنا ونطالب بالقايد صالح. القايد صالح ثاني الخطه تاعو واضحه، الخطه تاعو واضحه، احنا كنا هضرناها في الفيديوهات الاولين. القايد صالح يريد فرض شغور يضمن لنفسه انه يكون قائد اركان الجيش الوطني الشعبي وزير الدفاع الوطني ولا نائب وزير الدفاع الوطني، يضمنها لنفسه ويقدر يحضر للرئيس الجديد، للرئيس الجديد اللي يكون واحد من جماعته. سعيد بوتفليقة ثاني فكره شنو هو؟ انا نروح نروح بصح نديك معايا القايد، ولا شحنه بيناتهم. هذا مكان شحنه بين سعيد وبين القايد. سعيد انا نروح نروح وخويا يستقيل وخويا ناصر يستقيل، بصح انت ثاني القايد ننهي لك مهامك. هاي الحكايه بيناتهم وين راهي؟ لا راهي حكايه تسريبات لا راهم حيمدوا حتى حاجه مليحه. هذو رجال الاعمال الفاسدين كل المواقع الالكترونيه نقلت اخبارهم، المدونين نقلوا اخبارهم، كاع كانوا يتنقلوا اخبارهم على مدار 4 سنوات، واحد فيهم ما تم توقيفه، بالعكس كانوا هما يوقفوا في الناس. انا كولينا شاكي بيا، بن حمادي شاكي بيا، كاع شاكيين بيا، وكانوا هما يوقفوهم وكنا نمدوا ادله فساد وملفات فساد واحد ما يعاقبهم. علاه اليوم زعما القايد حاب يتعاقب الناس والفساد وما شابه ونديروا كذا؟ ما كان والو، هو صراع اجنحه بين القايد صالح وبين سعيد. القايد صالح عنده جناحه اللي راهم ايدوا وراهم متضامن معه، والسعيد عنده جناح اللي مأيدوا متضامن معه. سعيد بوتفليقه الجناح تاعو باين، عنده الفريق بن علي بن علي اللي هو قائد الحرس الجمهوري وهو اللي راهو يتولى تأمين عبد العزيز بوتفليقه والعائله الرئاسيه، وهذه تندرج في اطار مهامه الدستوريه واضحه. عنده مدير المخابرات اللي ماشي معاه وماشي معاه ضد القايد صالح. القايد صالح ثاني عنده مجموعه نتاعو اللي ماشيه معاه، فيها بعض من قاده النواحي، فيها ايضا قاده النواحي، وفيها القائد الدرك الوطني العميد بلقصير. هاي المجموعات هذو راهم يضربوا بيناتهم. انا واحد من الناس كجزائري نحمد ربي، انا تفرحني الشيء هذا، يفرحني انه يضربوا بيناتهم وما يضربوش مع الشعب، وما تبليش بلي حاجه تخوف الشعب. بيناتهم سعيد والقايد بيناتهم راهم يضربوا. المطلب الشعبي كان واضح نظن، انا كي كنت نقرا ولا نسمع المطلب الشعبي من الجمعه الاولى وصلنا للجمعه السادسه، المطلب الشعبي كان يقول يروحوا كاع. والقايد صالح جزء من المنظومه، هذه جزء من المنظومه اللي سيرت وهندست خلال ال20 سنة الماضيه. هذا ما كان. والقايد صالح للناس اللي تعرف التاريخ، القايد صالح في 2004، في 2004 المحمد العماري قائد اركان الجيش الوطني الشعبي طلب منه عبد العزيز بوتفليقه قائمه مقترحات للاشخاص الذين سيتم اقالتهم من الجيش بفعل السن نتاعهم. كان القايد صالح هو راس القائمه. عبد العزيز بوتفليقه استدعى القايد صالح، قعد معاه في الساعه اللي قعد معاه القايد صالح انتهى
ولا القايد صالح تاع عبد العزيز بوتفليقه. والقايد صالح في نظره وفي فكره انه ماشي يخون في عبد العزيز بوتفليقه، وفي نظره ان عبد العزيز بوتفليقه ماهوش موجود، وحنا كنا نكتبوا ونقولوا بلي هذا العصابه صار لهم كذب، اذا حكماتو كماشه في رجله مستعدين يقطعوا الرجل نتاعهم في مقابل استمرار النظام. وتقطيع الرجل هو سعيد، هو حداد، هو مجموعه من الاشخاص، هو بعض البيانات وبعض التسريبات. انا نظن في رايي الشخصي انه المطلب الشعبي اللي كان قايد صالح يروح يروح، وسعيد بوتفليقه يروح يروح، وكل العصابه اللي حكمت تروح تروح، وانا نروح نروح، وش وقع نروح نروحوا، وتولي سياده الشعب. هذا هو المطلب، هذا هو المطلب اللي داره الشعب. ما كان حتى واحد دار مطلب غير الشيء هذا. القايد صالح حاب يلبس عباءة وثوب الشجاع اللي حيحمي الشعب. البارح القائمه تاع الحكومه شفتوها، نائب وزير دفاع وطني، وزير الدفاع الوطني تاعو عبد العزيز بوتفليقه، القائمه صاخه وهندس لها سعيد بوتفليقه بدليل وجود نور الدين بدوي، بدليل وجود اصدقاء ليهم، بدليل انه سعيد بوتفليقه عاود استعان بوزير الخارجيه اللي هو الممثل الدائم للجزائر في هيئه الامم المتحده، واللي هو اللي يقدر يضمن الحمايه والامن لعائله بوتفليقه في حال وين القايد اخلف الميعاد. هذا ما كان، هما راهم يضربوا بيناتهم، وكل واحد فيهم يعتقد انه الجزائر رزقه وملكه. المعلومه اللي كاينه، المعلومه اللي كاينه انه سعيد قرر يدخل في معركه دك عظام مع القايد، وقرر يقيل يا خويا سعيد البارح خرج معلومات باللي سيستقيل سعيد بوتفليقه من منصبه كمستشار رئيس الجمهوريه، سيستقيل ناصر بوتفليقه، وعبد العزيز بوتفليقه سيستقيل قبل 28 افريل، ويزيد يعطيك معلومه ثانيه يقول لك وقرارات هامه رايحه تخرج. القرار الهام اللي راه يتحضر ليه مجموعه السعيد هو انهاء مهام القايد صالح. انا كلا القرارين اني حابهم ويساعدوني، يستقيل هذا والقايد يروح، هذه هي مصلحه البلاد. الجيش الوطني الشعبي ومؤسسه سياديه محترمه، ما كان حتى واحد يحق له انه يهضر باسمها ولا يشوهها، بالعكس لها كل احترام كما مؤسسه الدرك الوطني كما جميع المؤسسات. التحقيقات اللي راهم يقولوا بلي رانا بلي باب جديد فتحت التحقيقات، مصلحه باب جديد فتحت التحقيقات. باب جديد هذا الكورونا اللي شاده، الكورونا اللي شاده هو أسوأ كورونا في تاريخ العالم. كورونا الهز هز 42 جزائري بالتليفون داهم للحبس، كان منهم بوعكاز، وكان منهم الاف الاف الناس اللي كانوا منهم الاف الناس، بوعكاز كان منهم ضوب، كان منهم بزاف ناس، كان منهم مواري بوخرس، داهم للحبس. هذا هو الكورونا اللي راهو حيحقق اليوم، هذا هو الكورونا اللي راهو حيحقق اليوم مع ملفات فساد. هذا الكورونا الوالف يجي على التليفون تاع بلقصير ويقول له واش يدير ويدير، ولا يجي تليفون من عند لوح. يعني هذا الكورونا ما يشرفش انه يحقق في ملف كيما هذا، على عكس الطاقم تاع باب جديد اللي نحترم اغلبه. بالتالي هذه كاع اخبار مفبركه، الهدف الاساسي تاعها الضغط على الحراك الشعبي. هذا ما كان، راهو يطمع فيك، راهو يكذب عليك، راهو يقول لك بلي حندير وحندير، هما ما يديروا والو. علي حداد القضاء اليوم برا، والقضاء اليوم برا علي حداد هو عاجل في الجزائر نيوز كيما اغلب الحوايج. وبالتالي انا نظن بلي الحراك الشعبي راهو يحقق في مطالبه، خلق الصدمه في صفوف هذه العصابه، العصابه هذه اليوم دخلت في صراع بينها، هذا صراع بيناتهم، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وخرجنا منهم سالمين، هذا الصراع بيناتهم يعني. ولهذا الصفحه تاعنا قررت انها ما تزيدش تناقل اخبارهم، اللي الخبر تاعهم يولي نيات خبر. نعطيك شاكله، خرج الخبر الاول اللي يقول بلي توفيق والسعيد وطرطاق تلاقى مع المخابرات الفرنسيه، خرج خبر واحد اخر يكذب بالخبر، ومن بعد خرج اللواء مجدوب يقول لك لا ما كاش منها، وبعد يزيد يخرج خبر ويزيد يخرج خبر ويزيد يخرج خبر. الهدف تاعهم التاثير على سيكولوجيه الناس، التاثير على الجانب النفسي، ومن بعد يخرج لك خبر يقول لك باللي الدرك الوطني راهو محاصر العاصمه، ومن بعد يخرج لك خبر باللي يا ودي قوات من الشرطه راهي تحاصر في التلفزيون، ومن بعد يخرج لك خبر باللي الجيش تحرك. هذا كاع كذب. الجيش الوطني الشعبي عمره لا يضر مواطن جزائري، افراد الجيش الوطني الشعبي هما افراد عايشين مع الشعب الجزائري، ولاد الشعب الجزائري عمرهم لا يضروا الشعب الجزائري، كما افراد الدرك الوطني، كما افراد الامن الوطني. العصابه هذه اللي تعتقد باللي تمثل ما يتمثل حتى واحد، وينفض الجميع من حولهم. المسيرات الحمد لله سلميتها خلات انه ولات صوره الجزائري تشرف في كل مكان وفي كل زمان، وحققت اغلب النتائج. انا هذا هو رايي، هذه العصابه راهي متصارعه مع بعضها، الله لا يفك بيناتهم، يديروا واش يحبوا بيناتهم، يديروا واش يحبوا بيناتهم. انا نفرح كي هزوا 4000 رجل اعمال فاسد، نفرح، بس ما تهزش غير من جهه السعيد، انت ثاني القايد عندك رجال اعمال تاعك، لازم تخرج لنا القائمه تاع رجال الاعمال تاعك تديهم الحبس، ورجال الاعمال تاع طرطاك وكذا. بس على المعلومات المغلوطه او المعلومات المسربه
ماهيش مليحه، والتداول تاعها ياثر على نفسيه الناس. هذه هي المهام اللي راهم يخدموا عليها باش ياثر على نفسيتك. الخبر تاع قوات خاصه تحاصر التلفزيون خبر كاذب، خبر كاذب، اهبط وتاكد منه، عيط الرؤساء تاعنا في التلفزيون الرسمي، الخبر كاذب. السيارات اللي عيط الاستاذ العربي زيطوط اللي كان واحد من اللي نشروا وهدرت معه، السيارات اللي شتام قاريه هي السيارات اللي تامن التلفزيون الرسمي في وقت الجمعه. هذاك التسجيل، هذيك الصور، صور تم التقاطها بالجمعه. كي تشوف طوموبيل تاع لابوليس هابطه ولا طالع لاصقه، لاصقه في مبنى التلفزيون الرسمي، كوميساريه تاع الجولف ومعروفه، كوميساريه تاع الجولف يخرجوا منها ويطلعوا منها. هذه كاع مجموعه تاع اخبار. اعتقال حداد انا ما عنديش خبر، لانه حداد فاسد، وكي تروحوا انتم حيتحاسب، وكي يتحاسب الاصل انه يرجع صور تاع الجزائري كما اي واحد سرق اي دور تاع الجزائري. انا نظن بلي هذه الناس راهي تخرج في معلومات بغرض تاثير على الحراك. من المتوقع جدا انه يخرج خبر انهاء المهام الفريق احمد قايد صالح، والقايد صالح على حسب المعلومات اللي عندي ماهوش حيدعم القرار وماهوش حيسمع بالقرار هذا، وحيدخلوا في الفوضويه بيناتهم، ويبقى الشعب بعيد. الشعب بدا حراكه بسلميه، يبقى يواصل على السلميه، ونظن انه الشعب الجزائري ما عندوش علاش يتخندق مع حتى واحد من هذه الاجنحه، لانه هذه الاجنحه الهدف الاساسي تاعها تدي الحكم. القايد صالح اذا اداها حيمدها لواحد مجمعته، والسعيد اذا قدر يعاود يدير بروني لي فورس تاوعو حثاني يمدها لواحد مجمعته، اون ابليكون لارتيكل 102، وهما اللي يشرفوا على مرحله انتقاليه اللي تخرج لك رئيس. هذا ما كان، واحد فيهم ما كان حاب يسمح في البلاد، اليوم ضعفوا لانه دخلوا في بعضهم، هذا انجاز لصالح الشعب الجزائري. اللي يقول بلي الحراك السلمي ما جاب حتى حاجه، او اكبر انجاز انه العصابه هذه اللي 20 سنه وهي قاعده تكونفلوتي على الجزائريين، في ست سمانات، في اقل من خمس سمانات، يعني في خمس جمعات، في خمس جمعات الشعب مد 20 ساعه لبلاده، 20 ساعه لبلاده داروا على بعضهم، 20 سنه وما ياكلوا كيف كيف، 20 ساعه تاع شعب داروا على بعضهم. هذا ما كان. وانا نظن بلي هاد الناس يشوفوا بلي البلاد رخيصه، ما عندهاش قيمه عندهم البلاد، ما عندها حتى قيمه عندهم البلاد، لا عندهم وطنيه، لا عندهم يحبوها، لا والو. الناس قاعده تنافيكينا، قاعده تسرق، كل واحد قاعد يريقدي في اموره، وهذا ما كان. كل واحد راه يحوس على المخرج تاعو. انا نظن بلي الحراك هذا لازم يستمر، ويستمر ومتوقع انه يستمر. يقول لك متوقع لانه انا صحفي ولي نغطي الاحداث، وعلى بالي بلي يستمر. كي السعيد، كي القايد، كاع عصابه قاع يروحوا، كي حكومه بدوي الغير شرعيه اللي داروها، كي الوزراء اللي داروها. انا هذا هو رايي. خاوتنا حاولوا على الاقل، على الاقل ما يكلحوكش بالتسريبات. كي تسمع خبر حوس على المصدر نتاعو، كي تلقى المصدر نتاعو ادخل للموقع. قالوا بلي خبر صدر، الخبر باش يصدر لازم يخرج لك في وكاله الانباء الرسميه. وكاله الانباء الرسميه، اكتب وكاله الانباء الرسميه تخرج لك، اكتب APS تخرج لك، تلقى الخبر، ما تتبع حتى خبر. وفي نفس الوقت خويا العزيز، الله سبحانه وتعالى الشعب الجزائري المواطن اللي خرج وخرج موراه الصحفيين والسياسيين والنخبه، هو عنده العقل، ما يسمح حتى واحد يدبر عليه، وما تسمح حتى الواحد. عندك رايك، عندك عقلك في راسك، ما تخلي حتى واحد ياثر عليك، لانه الناس هذه راهي تصرف في صوارد باش تاثر عليك. تصرف بصوارد عن طريق ذباب الكتروني، ولا تصرف بصوارد عن طريق نشر معلومات، ولا عن طريق شراء قنوات، ولا شراء وسائل اعلاميه باه تحاربك. هذا ما كان. انا ليا السعيد سيء، القايد سيء، توفيق سيء، طرطاك سيء، وكل من سير الجزائر خلال العشرين سنه سيء. كل واحد، كل واحد كان عنده دور باش يسير هذه البلاد سيء. انتشر ثاني اليوم الخبر تاع انه 14 والي منعوهم من انهم يمضيوا وما شابه، وحاصرتهم قوات درك وطني، وكان يقول قوات امن وطني. هذا الخبر كاذب وعارم الصحه، ما عنده حتى صحه للساعه هذه، ما عنده حتى صحه. هذا ما كان. يعني كاينه مجموعه من الاخبار، الانسان يسي ما يتحش في التسريبات، يسي يحافظ على نفسه من التسريبات، لانه هذه التسريبات علم لا ينفع، والهدف منها التاثير على الناس. الهدف منها التاثير على الناس، والتاثير على مصداقيتك، والتاثير على الحراك. الحراك بدا بمطلب يروحوا كاع، هذا هو المطلب، يروحوا كاع، وكاع فيها القايد صالح، القايد صالح اللي سير معاهم البلاد 20 سنه. من قائد قوات بريه، قائد اركان الجيش الوطني الشعبي، نائب وزير الدفاع الوطني، عنده وسير. الخبر تاع محمد، الخبر تاع قوات خاصه تحاصر مبنى الاذاعه والتلفزيون، هذا خبر كاذب. تواصلت مع زوج رؤساء تحرير في مبنى التلفزيون الرسمي، اكدوا انه الخبر كاذب. العصابه راهي تتخبط في الافعى وراهي مخبيه وكذا، ايه كاع العصابه، من العصابه لا يتخبط، هو جناح سعيد، جناح القايد الثاني راهو يتخبط وما هو لاقي حتى حل، واليوم راهم خايفين يخرج البيان تاع انهاء المهام نتاعو. هذا ما كان. خاوتنا الله يرضى عليكم، وان شاء الله يا ربي يجيب الخير لبلادنا. والحمد لله الصراع اليوم راهو بين السعيد والقايد، ما راهوش بين الشعب، الشعب ماهوش طرف فيه. فضوا حساباتكم، كي السعيد كي القايد فضوا حساباتكم بيناتكم، لانكم كليتوها بيناتكم وسرقتوها بيناتكم.
الخبر تاع القايد صالح بعثوه للتقاعد ماهوش خبر مؤكد. الورقه اللي شفتها والبيان اللي شفتو ماهيش ورقه اللي نقدر نقول عليها صحيحه، نعرف المصدر اللي خرجها ولكن ما كاش منها. وزاره الدفاع الوطني دارت بيان، ادخل يا خويا يا مواطن راك تشوف فيها رانا 35 الف ولا ما باش تشوفوا خويا، ما تستناش عندنا الملاح يعطيك الاخبار، ادخل بيان وزاره الدفاع الوطني، روح لوزاره الدفاع الوطني ادخل للسيف تلقى البيانات ارفدها، روح لا بي اس وكاله الانباء الرسميه تلقى البيانات ارفدها، روح الاذاعه والتلفزيون ارفد بيانات، وين تلقى البيان ارفدوا خويا، ما تستنى حتى واحد يعطي لك الحق والباطل، اقرا بيانات شوف البيانات، كي تشوف بيان لازم يكون مكاشي الفوتوشوب راه داير حاله هذا ما كان، وهما راهم يخرجوا في التسريبات والاشاعات باه يخوفك، يخوفك الدرك الوطني يهبط، يخوفك راهم ضاربين بيناتهم، يخوفك راهم حاصروا التلفزيون، يخوفك الجيش ودي مارام تندوف، يخوفك لا، هذه كاع معلومات مغلوطه، ما كان حتى حاجه، الصراع راهو بيناتكم السعيد والقايد، الشعب ماهوش معاكم، وفي نفس الوقت كل واحد فيهم حاب يقنع الغرب باللي الشعب راهو معاه، كي السعيد كي القايد، كل واحد فيهم راهو يقنع باللي الشعب راهو معاه، هذا ما كان خاوتنا، الله يرضى عليكم. ما يرضى عليكم خاوتنا، السلام عليكم. هذا هو واش حبينا نهضروا، السلام عليكم. عطفين محمد شيخ.